السلام عليكم، مرحبا، وسعيدة أوقاتكم جميعا. سعيدة جدا بلقائكم مجددا وهذا السفر السماوي في عالم الكتاب والسطور وفي رحاب وضيافتي الفنك الكتاب، قناة الفنك الكتاب. قبل أن أبدأ، رجاء خاص، اضغطوا اشتراك على القناة، ادعموها وانشروها في جميع حساباتكم على السوشيال ميديا. كتابي اليوم كما تشاهدون هو ثلاثية غرناطة للأديبة والباحثة رضوى عاشور رحمها الله، والتي تدخل ضمن التي يمكن تصنيفها، ليس يمكن بل تعد من الروايات التاريخية المهمة التي تلقي الضوء على المأساة الأندلسية والشتات الأندلسي. ثلاثية غرناطة سرد لا يمتع بل يحزن ويؤلم ويفجع ويجعلنا بل يضعنا وجها لوجه مع المأساة الأندلسية. سوف أبدأ القراءة. وحدها في زنزانتها تحاول سليمة أن تهون على نفسها، لا تنام، لأن بإمكانها وهي مفتوحة العينين يقظة أن تدفع الجرذان بعيدا عنها وأن تتحاشى ذلك الكابوس الذي لا تملك أن تتحاشاه. وهي نائمة فتصرخ مسترية، لا تنام، ما الذي يهون الأمر حتى يهون؟ قالت المرأة العملاقة التي تأتي بالطعام: إنها ساحرة، وقد أثبت ذلك وتأكد. وأن حكم الديوان كمئات من الأحكام السابقة سيكون الموت حلقا، تتخيل ذلك، يقيدونها ويدفعون بها إلى ساحة مكتظة بالوجوه المتطلعة التي تنتظر إضرام النار في الأخشاب وفيها كحرق الكتب. كيف تحمل جدها أبو جعفر أن يرى لهب الحريق وهو ينتشر من كتاب لكتاب، وأن يرى الأوراق وهي تلتف على نفسها كأنما تدرأ النار عنها، بينما النار تظل تثري تأكل وتجفف وتقدد وتفحم، ثم لا شيء، لا شيء سوى الرماد الهش والمكتوب فيها. أين يذهب المكتوب فيها؟ والإنسان أليس كالورقة مكتوبا؟ أليس سلسلة من الكلمات كل منها دال على مدلول ومجملها أيضا؟ ألا يشي به المخطوط من الكلام؟ ويا سليمة ابنة جعفر، في لحظة هوجاء أرادت أن تهزم الموت ثم تراجعت وقبلت بمهمة أقل استحالة. قرأت في الكتب وطببت مريضا وأسقطت عامدة جور القشتاليين، وحين كانت تمشي في الأسواق لا تشغلها كباقي النساء الأسواق، بل يشغلها وجه امرأة أعطتها دواء لم يشفها، فتستنطق الوجه والأعراض وتقلب رأسها تتفائل: ما الدواء؟ سليمة ابنة جعفر، سأل المحققون: لماذا يكرهك الناس؟ كذبوا فلم يسألوا أهل البيازين. هل يقدرون على التطلع إليها؟ هل يقدرون على التطلع إليها وهم يضرمون النار فيها؟ هل يطيقون ما أطاقه أبو جعفر ولم تطقه هي يوم أحرق الكتب؟ وعائشة تطرد صورتها وفكرتها وتركض مبتعدة مما يهزم البدن والروح والعقل أيضا. إذن يحيله إلى الجنون، تركض إلى صورة جدها أبي جعفر الكبير الذي خط الكلمة الأولى في الكتاب. لم يكن أبوها ولا أمها، بل أبو جعفر هو أول من فعل حين أعلن أنه سيعلمها كما سيعلم حسن، وهمس لزوجته أن سليمة ستكون كنساء قرطبة العالمات. ضحكت جدتها وكررت الكلام، فسمعته سليمة وصار أول المخطوط في الكتاب، لم تقس إلا على سعد، فلماذا وقد أحبته وتحبه وما زالت؟ عذبتك يا سعد فلتغفر لي، تكررها وهي لا تعرف إن كان على قيد الحياة أن سبقها إلى هناك. وهذه الهناك وهم أم حقيقة؟ وهل تلتقي جدها وسعدا والصغير الذي راح وأباها هناك؟ لو أن هذه الهناك هناك
كيف تتعرف على أبيها ويتعرف هو عليها؟ ولن يتعرف، لأن الوليدة التي خلقها صارت امرأة مكتهلة على مشارف الأربعين. قد تتعرف هي عليه حين تجده يشبه حسن، مسكين حسن. أراد أن يحمي أهل بيته، فجاءته المصيبة من حيث لا يدري ولا يتوقع، ولكنه ليس وحده، فمريم معه تعمر داره وترعى عياله وترعى عائشة أيضا. اختنقت سليمة بالبكاء واهتز بدنها وهي تحاول جاهدة أن تكتم النشيج.